السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وصفات ام ادم المغربيه. اليوم جيت نحضر معكم شويه ديال السفنج، غير بثلاثه الكيسان ديال الدقيق. حطيت تبارك الله هاد السفنج هذا وجدته بغيا وجد، وفي نفس الوقت بدون مجهود، بلا دليك بلا والو، دغيا وجد غير بثلاثه الكيسان ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوا تبارك الله شحال حط ليا، تفصيل عامر وجه محمر تبارك الله ومقرمش. غادي نبدا معكم بسم الله. عندي هنايا انغرب ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، ثلاثه الكيسان ديال العنبه، عندي ثلاثه الكيسان معبورين ها هما، راني طولت عليكم مبقيتش كنحط الفيديوهات بزاف، غير مع الدهاوي راكم عارفين وصافي. وكنتمنى اللي عاد يدخل القناه ديالي ما ينسانيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجي مع الاحباب والاصدقاء. بعد ما درت ثلاثه الكيسان ديال الدقيق ربلتهم، عندي هنا نص معلقه ديال الخميره، عندي هنايا نص معلقه ديال السكر سنيده، عندي هنا راس معلقه ديال الملح، الملح على حسب راكم عارفين، حيت غير ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق غادي نديروا الملح غير قليل شويه باش كي نتوما على حسب كل واحد. غادي نخلط هاد العجين، غادي نجمعو غير بالماء دافي. راه صراحه ساهل ودغيا دغيا كيوجد مع الكوتي ولا الفطور، كيوجد دغيا دغيا، انتي كتوجديه انتي كتوجديه. احسن بنادم ما يخرج يشريه بعدا حاجه على يدك تعرفي شنو فيها. كنجمعو هكايا، كنخلطو مرخوف شي شويه، داك العجينه كنخلطها شويه مرخوفه غير هكا ما بين الاصابع ديديه، ما غاديش نعجنها بزاف. غادي نبقى نضربها هكا شويه، نضربها ما هي مرخوفه، راه بصراحه كتجي كيجي زوين. راه هو هذا الدليك، هو هذا اللي دلكتها معاكم، ما درت لهاش شي مجهود. ما بغيتش نزرب الفيديو باش يبقى لكم، ما شفت الفيديو ما طويش بزاف، ما بغيتش نزربو لان صراحه دغيا دغيا كيوجدوا. ها من بعد ما خلطتها هكا ودلكتها شويه بيديه، غادي ندير لها زويته. جمعتها ودرت لها زويته وخليتها تخمر، راه تبارك الله كيتضاعف الحجم ديالها. غطيتها، هاهي تبارك الله من بعد ما خمرت هانتوما كي كتشوفو كرجعات مع مرخوفة، وكتطلعات دهنت يديا شوية الزيت وغادي نخرج منها داك الهوا اللي فيها. بعد ما خرج داك الهواء مزيان غادي نبدا نقطعها هكا، اللي بغى يقطعها ويشكلها نيشان ويحطها في المقلة، واللي بغى يحطها يقطعها ويحطها ويبدا عادي يقليه باش ما تبرد، باش ما تعنكشكش في يديك هكايا وصافي. وما واخا تشكليها وتحطيها نيشان في المقلة ماشي مشكل. انا حطيتها في الصينيه، شكلتها وحطيتها في الصينيه وعاد بديت كنقلي. شكلت شي حبات درتهم في الصينيه وخليت اللي بقاو على ما كملت الشكل. في انا كنقلي وانا كنشكل، اما بعد ما درتهم كاملين في الصينيه راني درت الزيت كيسخن، حطيت فيه وحيده شفتو واش سخن الزيت مزيان.
تبارك الله كيجيو طالعين، كتحطيهم في المقله كيتنفخوا. كندير غير مقله واحده انا، بلا ما ندير مقله هكايا شويه ومقله فيها الزيت، غير مقله واحده كنقليو فيها وكيجيو زويونين صراحه بزاف. هو من بعد ما حيت داك اللي قليتهم في الاول، ها هو بديت كنحط معاكم في المقله، انتم كتشوفوا كي كيجي. راه غير كنحطهم وكنخليهم كيطيبوا ونقلبهم وصافي، ما كنكب عليهم لا زيت لا والو، ما كنديرلهمش بحال البيني، غنبقى نكب عليهم الزيت. الاحسن يبقاو هكايا غير كيتقلاو وكتقلبيهم، باش ما كيجيوش مزيتين بزاف، كيجيو ناشفين من الداخل ومقرملين. غير هكا كنقلب وكندير يدي في الزيت ونولي نشكل ونحط. ما كان نخوش عليهم الزيت على وجههم، مهم ما تديوش على كيجي شويه، كيجيو كما عارفين مع الزيت سخون وداك الشيء كيجيو شويه عوجين، ولكن صراحه راهم كيجيو لذيذين. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله، شوفوا كم مجعبين وطالع لهم داك الفقاعات في الوجه. او السفنج ديالنا من بعد ما وجد، راه تبارك الله حط لي طبسيل بزايد وعاد كلاو وليدات شي وحيدات. هانتوما كي كيجي مقرمش، كنتمنى تجربوا. اللي لحقت لهنا من الفيديو ما ينسانيش من لايك واشتراك وبارطاجي مع الحباب والاصدقاء، وشكرا لكم بزاف على الكومنتات ديالكم زوينين. نطلع بحال دابا من هاد الفيديو تاعك مع السفنج وراه سؤالتي اللي كتشوفو، تبارك الله زوين ومقرمل. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تقولوا لي في الكومنتات كي جاكم السفنج، وشكرا لكم بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله.